سلم جار على ولد والولد سلم على إخوته وإخوته آه لو تعلم أين ذهبوا ماذا ركبوا أو ماذا لمسوا أين لعبوا بماذا شربوا أو أين جلسوا وحين عادوا اكتشفوا أن الجار مصاب بالكورونا فمرضوا جميعا ما هذا النحس قلنا من البداية أن الوضع خطير لم تستمعوا لم تصدقوا هذا التحذير رحتم جئتم وتجمعتم في الليل سهرتم وتعانقتم وتصافحتم ثم تفرقتم لكن للمستشفى عدتم وهناك بقيتم ماذا لو من البداية في البيت مكثتم ربي أعطى كلا منا رأس وعيون حتى يعقل ويتدبر فالموت جنون هل ترضى أن ترى أمك تموت أمامك هل تفرح لو يوما تفقد أحد إخوانك كن قدوة قم فنظف جسمك وثيابك فليحميك الله فابقى في البيت مكانك وقلناها قبل هيك وبنقولها كمان مرة خليك في البيت خليك في البيت